بون السلام عليكم. معكم ممثلي احياء ولايه بوليده في صرخه. الصرخه هذه على الاوضاع الحاليه لا يصالح في بليده. وهذه الاوضاع هذيك واش راهي هادو دوكا مش راح تسمعوه في القنوات التلفزيون الجزائريه. نتمنوا من السلطات انه تسمع لهذا الشعب لانه هذو ممثلين الحقيقيين للشعب في بليده. السلام عليكم. واش كاين واش راكم دايرين؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا عندي واحد ثلاثه نقاط انا حاب نهضر عليهم وطري امبورطون. هذو ثلاثه نقاط اللي هما عندي النقطه الاولى نطلب من السلطه الفعليه اللي حاكمه البلاد. بارطاجي خوتي. البليده راهي تمر بواحد المرحله عصيبه جدا. هذه المرحله اللي هي وشنو هي؟ الحاجه الاولى الماكله اللي راهي خارج الولايه. رانا نطلبوا من الوالي تاع بليده ومن السلطات الفعليه اللي قابضه الجزائر كاع كومبلي من الشرق للغرب من الوسط للكاع. احنا نطلبوا بالماكله المؤونه المواد الغذائيه مواد التعقيم تدخل من لي زوطر ولايه للبليده. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه نورمالمون الولايه هي المستكلفه بالتعقيم هذا. ما يخرجوش احياء الشعبيه ولاد الشعب ما يخرج برا يعقم من الاحياء خاطر راهو هذا فيروس خطير جدا. رانا في الاسبوع الرابع وهذا الاسبوع يحتضن فيه الفيروس وحتكون كارثه حتكون كارثه. هذا الميساج نحن نوصلوا لكاع السلطات الفعليه اللي قابضه البلاد. والحاجه الثالثه اللي قلت لك عليها عدوله وشنو هي؟ السلام عليكم. بارطاجي خوتي. هذو لي 3 بوان هي التعقيم كما يقول لك لازم الدوله تخرج دير التعقيم. يا اخي رانا دايرين حجر كما يقول لك حجر صحي منزلي. رانا كاع في الديور نخرجوا غير للضروره ما كانش لاو يخرج برك هنا في بليده هكذا. لازم هذو الدوله تخرج دير التعقيم هي اللي دير التعقيم. يا اخي فارغه البليده دير هي التعقيم هكذا. وحنا باش رانا نهضروا بهذه الاراج خاطش هضرنا بالعقل. دوكا لازم نهضروا خاطش الدعوه راهي كراف مش كيما راكم تشوفوا الناس راهي تموت بزاف هكا ليكيب. هذه وحدة تعقيم ديروه زوج تخلوا الناس تدخل الماكلة. عندي احنا ناس من الجزائر حبوا يدخلوا الماكلة بليدة هنا السلطات الولائية قالوا لهم عندنا ما عندوش احنا اللي انا عارفين هذو لي فامي اللي ما عندهمش يسمى انتوما دوك لازم تدير لازم عليكم تديروا تنسيق مع هذو المتطوعين معاهم باش ينقصوا لكم خدمه. ممثل احياء في بليده هما اللي يعرفوا الفقراء تاع الصح. صح وانتوما كي تخرجوا هكا تجيبوا ماكله للناس هاكو تشوفوا السمعه تاع الناس مساكن ناس ما صابتوش تاكل هكذا. كي تشوفوهم خرجوا هكاك الله غالب عليهم. من بالا انتوما هذو الناس متطوعين على عندهم استراتيجي راهم يلايموا قفف ويدوم البيبان الدار باش ما تصراش الفوضى هذه. هذه زوج بارطاجي اخوتي الله يستر. صح النقطة ثالثة دوك ليكيب كاع هذو متطوعين هاهم زيدوا يا ناس هذو هما اللي يحسوا بالزوالي هذو زواولة هما اللي على بالهم هذو لي فامي عاونوهم ويعاونوكم. عدوا هذا يا خوتنا ربي يحفظكم. خوتنا واش نقول لكم كاين الناس راهي محتاجة بزاف واش نقول لكم ان شاء الله نورمالمون نعاونوهم ونعاونو نطلبوا من السلطات يخليوا لنا الناس يدخلوا لهم حابين يدخلوا الماكلة للناس ويحبوا يدخلوا تعذر لي صغار حليب وليكوش ومنايا نطلبوا منهم خاش الناس راهي محتاجه في بليده. انا وليد بليده والشعب عدوله ماما كاع تعرفوني خوتنا راهي الناس محتاجه في بليده بزاف. باش راهو يهدر عدوله هكا وراني نهدر انا ورانا نهدروا كاع هكايا الناس راهي محتاجه وراهو يزيد الفيروس. اسمح لي هذه النقطه باش ما تروحني اسمح لي باش ايه الحليب تاع داري صغار فانيك الناس ما عندهمش داري صغار كان صاحبي داري صغار ما عندهمش هكذا اللي كيف يعني كاينه خويا عدوله على الماكله الطفل الصغير ما يسمعش خويا عدوله يعني النقاط الاولى باللي التعقيم حاجه الاولى الناس دخل الماكله الناس ما عندهاش يعني كاين مشكل كبير تاع الناس عندهم المؤونه ما كاين الناس وشي تاكل. انا نشوفوهم يا خوتي نزيد نهضر سمحوا لي نهضر على البوان هذايا مع الاول صحاب درام تاع بليده درت لهم فيديو هضرنا بالعقل عليهم قلت لكم ما نديكمش مست الرقبه صاحبي ديروا لنا حل. كاين ناس زواوله ما عندهمش كاين دي سوسيتي هنا هاني في الدومين تاع الاوديفيزيال يحطوا بالسبعه ملاير في لي سيتكم هنايا ما تقدرش تعاون انت الزوالي تعاونهم لازم تعاونوهم هضرنا بالعقل لازم تعاونوهم نضحيوا بحياتنا. اسمع خرجنا لبرا ماشي برا واحد الزوالي البارح خرج لهنايا في الحي اقسم بالله غير باش يشري باقي محمصه واش كان راح لي بداهم كريدي. يا هل ترى هذا الانسان كيفاش يدير؟ يا خويا هذا واش نقول؟ وحنا ماناش تاع فوضى، حنايا الله غالب لازم تكونوا في بلاصتنا باش تشوفوا. انتم 50% توجهوا رساله سلميه للسلطات. لا كنتوا مسلمين وعندكم قلب وعندكم ضمير وتخافوا ربي حسوا بالناس اللي راهي كي تشوفوا خارج يجري مول كاميو تاع سميت لا غالب ما عندوش. لا غالب ما عندوش منهم يما ومنهم بابا. لا غالب انا راني مضحي بروحي خويا مادام راني برا راني مضحي بروحي. تعال بالك باللي الفيروس خطير يا خويا انا راني برا
انا نضحي بروحي معليش على جال ولايتي وعلى جال فاميلتي. قول للوالي ولا الوالي لك تسمع فيا خلي المؤونه تدخل. كان يتاح لي بوفي بالراقي حاصل سيدي من نهضر وعدنا الماكله بعثوا الماكله للناس. صوتي الناس والله ما نتحفظ ولا غير ما نتحفظ. هادو باش هم يهضروا راهم صح مضرورين هم مضرورين وهذه برك هذا حي كاين الناس الخير اللي يعاونوهم. سمحوا لي هذا حي دراهم باش شرينا الماكله للناس. هذا حي ربي يحفظهم. هذا حي برك انا نهضروا من حي واحد ايماجيني تاع كاع البلديه تاع مليده هكذا خاوتي. ايه يا ابو لحيه تفضل تفضل. السلام عليكم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم حنا يا رانا اصحاب الحي تاع ولايه البليده بارطاجي خاوتنا واصدق هذو الناس المسؤولين راهم يقولوا باللي المؤونه تدخل للبليده واهل البلاد وحنا رانا نديروا فيها عمليه التعقيم في البليده ما كاش منها و48 ولايه باش يكونوا على بالهم باللي حنايا حتى حاجه ما تلحقنا للبليده مكانش. والمسؤولين هم يقولوا باللي لحقنا لهم لي بافات لحقنا لهم الدواء لحقنا لهم الطعام لحقنا لهم كلش ما كاينش منها. ايا دوكا نروحوا ولايه البليده كاع لي فارماسيان كاع الى صمنا ليغون ولا بافات ما كاينش منها كاع واش هم يهضروا. النقطه الثانيه زيد قولها له بارطاجيو لنا لايف ليكيب. نقطة ثانية عدولة ويحلوا لنا الناس يحلوا لنا الناس هادو ما يدخلوا لنا السلعة للبليدة راهم خاصين علينا راهم خاصين. وكاين ناس يحب يتطوع يا خويا ويديروا تعقيم لهذا الدوزان اللي كيكون داخل يديروا له تعقيم ينعقموه ماشي قبل ما نزلوا من الكاميون ينعقموه. حنا مسؤولين الحي نجوا ونجيبوا بوسائل التعقيم تاعنا ونشونجيو الكاميون ما يدخلش معليش نشونجيو السلعة نعقموها وندخلوها نورمال وتجوز وبنظام ومسؤولين كبار المير تاعنا ولا كاش جوان مير ولا شاف داير ولا كاش واحد يجي يقف معانا ولا ضابط تاع الشرطه ولا واش نقول لك. سمعنا بلي كاينه نقطه اليوم قال لك محسوب دوك رايحين يتفاهموا هذا وين ان شاء الله راح يتفاهموا باش يهضروا مع باش الولات هذويا في كل ولايه زعما ولايه تاع البليده كيفاش تدخل الماكله كيفاش يعاونوا كيفاش يديروا لي فامي. يا خويا نعطيكم النقطه هذه باش تنقصوا الوقت شوفوا مع المتطوعين هذويا مع رؤساء الاحياء شوفوا معاهم هما يعطيوكم كاع لي فامي اللي ما عندهمش هما اللي يسهلوا عليكم الخدمه. والانسان كيكون ما يقدرش واش ياكل لازم ما يلزمش نطولوا كاين الناس ماش تاكل يا خوتي تقول الله في نفسه ما عندوش باش يشري. بارطاجيونا لايف ليك وهذو اللي انا نشرو عليهم يا خوتي. شوف شوف ربي هذا دارنا بلاء هكذا خاطش على دارنا هذا البلاء على دارنا ربي هذا على دارنا هذا البلاء والله غير رانا بعاد على ربي لازم نعاودوا حساباتنا مع ربي. هذه حاجة الاولى رانا بعاد على ربي يا خوتي نقولها لكم نعاودها لكم رانا بعاد على ربي نقولوا ربي وهذه النقطة شو هذا البلاء سبحان الله ربي طاهونا باش نديروا الخير والله غير باش نديروا الخير يلزم توقفوا. حنا رانا ما كاينش واحد هنا بليده او داير حجر منزلي رانا دايرين على كيما قالوا والله ما نخرجوا من ديالنا نخرجوا غير للضروره يا خوتي لازم نديروا اليد في اليد. هذه هي هذه هذه هي الاتحاد يقوى خوتنا سامعيكم هذو اللي خرجوا ما خرجوش على جاكروش هما راهم لاباس بهم عايشين هذو ممثلي احياء عم حابين حاجه واحده برك اعطوهم الرخص باش يدخلوا الماكله. احنا ما قلناش الدوله تدخلي كاين ناس متبرعين راهم حابين يدخلوا الاكل راهم يستناو في الطرقات اعطوهم الرخص باش يدخلوا الماكله. الناس تبليده راهي تجي عندنا انا قلت لكم الناس احنا بدراهمنا احنا بدراهمنا عاوننا ولاد حومتنا زواوله احنا بدراهمنا الناس عندنا دراهم والحمد لله وربي معنا بدراهمنا عاوننا زواوله بصح انتم انا حابين تزيدوا تعاونوا زواوله اللي بزاف راهم مضرورين دراري صغار دراري صغار ما عندهم صغار اسمع تاع دراري انا واحد صاحبي نحكي لكم هذه نوما ما نقولها لكمش واحد صاحبي راه خير الدار ستو دايتريكو لوليدو كوش بارطاجيو يا ناس فهموا باللي يا ودي الناس راهي مضروره هنايا مش تشوفوناش غير حنايا انا نهضروا هكا حنا انا نهضروا هكا حنا باش مساكن هذو الناس ما نحرجوهمش ما نوروهمش فوالا هكذا انا قلت لكم انا جيبوا لنا السلعه الاحياء تاع الاحياء المتطوعين هذو هما اللي يدوا لهذو الناس باش ما نحرجوهمش نشوف الناس انا نشوف لي ريزو سوسيو اسمح لي نشوف لي ريزو سوسيو يهضروا يقول لك يديروا الباز المتطوعين هذو مساكن واش يديروا الباز وزير التجاره الله يعطيه ويمنه شوف انا عندي وزير التجاره يا طيوي مني وكان جاو كاع كيما هو وكان راهي البلاد والله العظيم قال نولوا خير من امريكا خاطش انسان راجل وانسان يدور وراه يحوس وين راكم انتوما يا وزير الصحه وكذا اروحوا دوروا على الاحياء خرجوا لنا عاقمونا وخزروا فينا وحسوا بينا ياك احنا جزائريين 47 ولايه كاين ولا 48 ولايه ياك احنا هما 48 يضربوا من الوالي تاع البدايه يخرج 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 يشوف بعينه ما يبقاش مخبي هذه صرخه مواطني بليده اسمعوا مخبي الوالي تاع
اسمعوا اسمعوا الصرخه تاعهم الاحياء الشعبيه لانه الشباب تاع البليده هما اللي راهم قايمين ماشي الدوله. الشباب تاع البليده ما عندوش واش ياكل. السلام عليكم. السلام عليكم ليكيب. ليكيب نهضر بازمينا في الحومه هذه، نهضر بازمي خاطر انا راني رئيس الحومه هذه. كاين انا رئيس الحي، كاين هذا. اروح شوف هذا الميساج ان شاء الله يلحق للمير. احنا غدوه واش راح نديروا؟ راح نروحوا لاميري باذن الله، راح نكونوا راح نسينيو باللي يا ودي حنا هما رئيس الحي تاع زرارقة موسى. زرارقة موسى حنا نقبضوا ربعه احياء ولا خمسه احياء، هذه رئيس حي ما يديرهاش. انا باش انا نورمالمون نقبض حي واحد ما نقبضش خمسه. انا بديت نعطي المؤونه للدويلات، طريق شريعه، بولفار ديفامات، طريق لاكارد، بو عرفه، بزاف نطلب من رؤساء الحي يبانوا. انا اليوم ندير بوبليكاسيون سيرفيس بليده، رؤساء الحي يكتبوا لي نمرهم، نحن نزيدوا نعاونوكم، يكتبوا لنا كاع نمرهم، ندير ليستا نطلع بها قبل لاميري، يوجدوا لي ليستا على الناس اللي ما عندهمش. عندي واحد الفيتامين يا دقيقه قبل الوقت، المؤونه اللي عند في الولايه اعطوها الاحياء، اعطوها اصحاب الاحياء، هما اللي راهم يشتروا واش ما كانش. الناس هانيك ما خسرتش فيهم كاع، الناس اللي تبات برا، علاه ما تحلوش دار الشباب؟ هاي كاينه بالي دي نقطه شباب. علاه يا مير ياك انت راك في دارك، انت كي تقول لنا دخلوا كاع لدياركم، حنا عندنا ديارنا. ما قريتو زواولا بس على الناس اللي برا ما عندهمش ديار. سيدي بس احلاري نعلب بليس خويا صح، ونزيد حلو بالي ديسبور خويا، طوعوا معاهم احنا بالمطاره يعيطونا حنايا لي زاجون تاع سبيطارات. صدقوني يا خوتي غير هما اللي راهم يرفضوا في الناس اللي هم مرضى وموتى. لي زاجون اللي ماشي خدمتهم والله غير راهم يوقفوا ومساكن ما عندهمش حوايج، فانك عاونونا بالحوايج للناس هذويا يا خوتي اقسم بالله. عاودنا النقطه تاع والله غير راهم يجوني ناس والله ما عندهم زرعهم. في بو عرفه مساكن الناس ما عندهمش والله ما عندهم. معليش نقدروا لها، احنا قادرين لها، احنا رجال يا خوتي، احنا رجال اعطيونا احنا الناس هذو مطوعين والله غير نقدروا لهم والله غير. شوف باش يحسن الله ونعم راجل يبكي، راجل يبكي راجل معليش احنا نبكوا على البلاد تاعنا. معليش معليش احنا ما نستنجدوا معليش في سبيل الله. باش راجل يجي لك للدار يبكي يقول لك ما عنديش في 2000 فان واعره والله غير واعره خوتي يا خوتي دراهم راكو تشوفوا يا خوتي. عاودوا حساباتكم مع ربي، عاودوا حساباتكم مع ربي. فين تاع البليده الله يهديكم ان شاء الله. وكاين شوف شوف كاين طرق فرقنا عدونا هما كريتو منها البليده في البليده. صافي وقت قدام صابتكم عندنا بزاف شركات تاع لي باك باش نعملوا المال عندها اربع بالمال بزاف خوتي. خوتي الزعيم وراك ياسيم وراك ولا احنا ما تجوش فينا كبير وراهم وراهم ياك انتوما ولاد الولايه باش يضلوا قاعدين في النوفالتي وتهضروا بالملايين وتهضروا بالكرارس في وقت الصح ما درتوش الهدى. ربي وكيلكم. كاين ناس ما عندهاش ما يشتغلوا الله ونعم الواجب والله العظيم. وكاين نقطة دراري صغار، دراري صغار شوفوا الحليب تاع دراري صغار خاطر صح ناس ما عندهاش بالك اللي هذه النقطة نقطة مهمة تاع الحليب ما كانش يقول لك اني جيعان. بصح طفل صغير مسكين ما يعرفش يقول اني جيعان يولي يبكي، وباباه كي يكون يبكي وليده ما عندوش كيف يدير؟ حسوا بالناس برك هذا ما كان. الانسان يكون جيعان ما يخافش من كورونا، يقول لك الموت بالكورونا ما مش بالجوع. وراه ولي يقبل الوليد ويبكي، وراه ولي يقبل الوليد يكون جيعان، وريهولي نتايا. المهم خوتنا نتمنوا انه هذه الرساله من المواطنين هذو. ما تخافوش على ولادكم وولاد الناس، ما تخافوش عليهم، هذا شعبكم ماشي شعب جبتوه من برا. ما من يا المير انا على البليس، انا جيت لك هذيك الضربه على السكنه وكذا منا الله معليش الله يسمح في السكنه. احنا ما ضلناش على السكنه، رانا في ضيق دوكا تاع الناس اللي تبات برا. انا الناس تاع اللي تبات برا انا مانيش نرقد صاحبي نبات نبكي عليهم. اذا ما تحش انت وتحلوا بالي ديسبور وتخلينا احنا نروحوا نحوسوا عليهم ونبيتوهم ونوقفوا عليهم ونديروا عليهم مسؤولين ونجيبوا لهم ماكله سخونه من ديارنا ونباتوا حمايه على جنب. خاطر هذوك الناس هي اللي راهي مسوفرين وراهم من المرض. كيف انت حبيت كورونا تك تقول كورونا؟ والناس اللي تبات برا كيفاش ما يموتوا ما يسحقوهمش؟ ما عندهمش حق في البلاد هذه. المير سقمها خاطر رانا خارجين كاع، رانا نخرجوا ورانا كاع مقنوطين. سيبنا نهار الجمعه برا كاع في بليده على البليس سقمها وجيب الناس راهي مضراره. الناس ما عندهاش راك قلنا نقعدوا في الدار، رانا قعدنا في الدار، انا راني ضارب 8 ايام في الدار. وكلنا وكلنا ها هو الناس كاين زواوله، ها هم زواوله، ها واحد زواوله. وكلونا اخويا الله يحفظك يا المير خسر فينا والوالي خسر فينا. خلي الناس دخل الماكله ما قلناش عطينا انت. خلي الناس عندنا ناس متزاير عندهم المؤونه قال لك
عيطنا للولايه وقالوا لهم الولايه باللي عندنا المبنى الحليب الحليب عندنا الولايه عندنا في يوم وحابس خلي الناس في يوم وحابس هذا ما كان يدخل خويا خلينا دراري صغار كبار عجايز ما من الناس ما من الناس في الاحياء الشعبيه اللي عندها الدراهم البوسطه غارقه البنكه غارقه ما كانش كيفاه يجبد دراهم خويا حبسوا كلش بليده حب يعاون جاوب يسمع عليه هذا قمع هذا قمع خويا هذا قمع ماشي ظروف نتاع واش يقول نتاع كونفينمون هذا 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 قمع نتاع صح شغل احنا رانا في حصار ماناش في حجر صحي رانا في حصار احنا نتمنوا احنا نتمنوا هذا الرساله تاع المواطنين هذو الشرفاء سي بون خلاص نتمنى ان الرساله توصل تبع علينا بصح عاونونا شويه حسوبينا نتمنى ان الرساله توصل لانه الناس راهي صح جيعانه وقلبها راه معمر السلام عليكم عندكم القوه باش تقمعوا بها برك ما عندكمش قوه باش تاكلوا لنا السلام عليكم احنا هضرنا بالسلميه طبعا بالسلميات ريح بالسلميات ان شاء الله ان شاء الله الرساله تاعكم توصل للسلطات وربي يحفظكم ان شاء الله وربي يستر بلادنا رانا قايمين بالحي هذا والحراك تاعنا السلام عليكم نتمنى من السلطات تشوف للشعب الشعب راهو جيعان في بليده وراهو محتاج السلام عليكم.